نشرت جريدة ليبراسيون الفرنسية ذات التوجه اليساري والتي تعبر عن وسط اليسار الفرنسي مقالا تحت عنوان عنف في باريس، ما الذي وقع بين الانفصاليين والمساندين للمغرب، حيث تناولت الجريدة اليومية ذائعة الصيت ما جرى في مظاهرة يوم السبت 28 من نوفمبر 2020 في ساحة الجمهورية بباريس بين الانفصاليين الداعمين للبوليزاريو وبين المغاربة المؤيدين لوحدة تراب المملكة المغربية. وكانت المظاهرة قد شهدت أعمال عنف عن طريق الضرب واللكمات في حق متظاهرين حسب ما أظهرته عدد من الصور والفيديوهات الملتقطة من عين المكان، والتي أظهرت في بعضها تأجيج متظاهرين انفصاليين للوضع مستخدمين الهروات ضد وحدويين مغاربة. وذكرت ليبراسيون الجريدة اليومية ذائعة الصيت والتي أسسها الفيلسوف جون بول سارتر في سنة 1973 أن فيديوهات مصورة من قلب المظاهرة نشرتها قناة شوف تي في بعد تغطية متميزة لمراسلين بفرنسا تظهر بالواضح انفصاليين مسلحين بهروات في مواجهة وحدويين مغاربة. هؤلاء اكتفوا بالتراجع أمام التهديدات العنيفة لمناصري الانفصال حسب ما ذكرته الجريدة الفرنسية الذائعة الصيت. وليست هذه المرة الأولى التي تستند فيها كبريات الصحف العالمية على فيديوهات شوف تي في في نقل الأخبار، مما يؤكد أنها قناة تحظى بتقدير خاص لمهنيتها ولمتابعتها للأحداث بشكل تفاعلي وسريع من قبل الصحافة الدولية وبمصداقيتها. فجريدة ليبراسيون العريقة اعتمدت في مقالها على ما نشرته شوف تي في استناداً إلى فيديوهات وصور لمراسليها من باريس الذي كان ينقل على المباشر أحداث العنف التي فجرها انفصاليون في وجه مغاربة وحدويين. وأظهرت الوجه الآخر لمجرمين استغلوا مظاهرة سلمية لممارسة العنف وحمل أسلحة مختلفة مثل الهروات واستخدام اللكمات ونشر التهديدات بالقتل في حق مغاربة كانوا يحملون فقط العلم الوطني ويرددون أناشيد وطنية حماسية. مهنية قناة شوف تي في وإن كانت لا تحتاج إلى ليبراسيون أو كبريات الصحف الغربية لتأكيدها، إلا أن اعتمادها كمصدر موثوق يعتبر رداً على الجهات التي تروج في الداخل عكس ذلك، وتريد أن تصور شوف تي في أنها قناة التفاهة والأخبار الكاذبة فيك نيوز وغيرها من الادعاءات، لا لشيء إلا لأنها قناة مهنية عملت على نشر غسيل الفاسدين والمنافقين وتجار الحقوق، ونشرت سوءاتهم دون محاباة ودون أن تخشى في الحق لومة لائم. فجاءها الرد من الطابور الخامس بكيل من التهم في محاولة لضرب مصداقيتها وثنيه عن فضح الفاسدين. هذه هي شوف تي في، قناة وطنية شفافة ومهنية، قناة الشعب بامتياز، أحب من أحب وكره من كره، ويكفيها أنها وصلت العالمية عن جدارة واستحقاق. أما المخلوضون والانتهازيون والفاسدون من طابور المعيط وزيان وعمر الراضي فسعتهم سالات ولا عزاء للحاقدين.